شنو أهمية زاوية سيدي علي عزوز لأهل زغوان؟ هذا مكان مهم برشا للثقافة التونسية الزغوانية. جيل عروس تطبع الحنة في إيدها للبركة، وفي رمضان وفي المولد النبوي الشريف يجيو زاد الزوار وتقام حفل سلمية ويقرأوا العباد الفاتحة في الوقاو الولي ويطلبوا الأمنيات من ربي باش يحققها لهم إن شاء الله. والمكان مفتوح للزوار، مفتوح كامل السنة.